طنجة نيوز، أول موقع إخباري بشمال المغرب. هشام اللطي قادم مدير الشؤون الجنائيه والعفو بوزاره العدل، نلتئم اليوم في اطار هذا اللقاء التواصلي المنظم بشراكه متميزه ما بين وزاره العدل وما بين هيئه المحامين بطنجه من اجل الوقوف على كيفيه تنزيل المقتضيات القانونيه المتعلقه بدور المحامي في منظومه مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب، خاصه بعد صدور هذه المستجدات على القانون المتعلق القانون رقم 43/05. وكان لقاء اليوم يعني فرصة لتقريب المحامين من التزامات ديال المحامين، وأيضا المرجعيات الدولية والوطنية المتعلقة بهذا الالتزام، وأيضا كيفية التنزيل ديالها على أرض الواقع. وأثيرت العديد من التساؤلات حول مدى مساس هذه الالتزامات ببعض المبادئ التي تقوم عليها مهنة المحاماة، بحال السير المهني، العلاقة ما بين المحامي والموكل ديالو. ومن طبيعة الحال تم التوضيح في هذا المجال على أن التزام المحامي هو التزام يعني بناء على المعايير الدولية، وأيضا سبق أكدته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومحل مجموعة من الهيئات القضائية الدولية، وأن هذا الالتزام هو أساس ديالو أيضا توصيات ديال مجموعات العمل المالي على غرار باقي الأشخاص الذين يمارسون مهن قانونية مستقلة كالموثقين، العدول، الوكلاء العقاريين، الخبراء المحاسباتيين، يعني كاين واحد جهات كثيرة. وأيضا من أجل سد هذا المنفذ أمام الأشخاص الذين يقومون بهذا النوع من الأنشطة غير مشروعة، لأنهم يختارون حلقة ضعيفة من حيث الصرامة في الضوابط المالية وفي الإجراءات ويلجأون إليها لتمرير هذه الأموال غير مشروعة. إذا تم تحسيس بخطورة المهن الغير مالية وأيضا بالالتزامات التي تقع عليها، خاصة أن هذه الالتزامات لا تتعلق بالعلاقة ما بين المحامي والموكل دياله فيما يتعلق بالترافع ومباشرة الإجراءات والمساطر القضائية، وإنما هو يتعلق فقط عندما يتعلق بتحرير العقود وأيضا القيام بعمليات مالية لفائدة الزبون. ايضا على ان هناك واحد مجموعه من الضمانات اللي كرسها القانون على مستوى يعني ابعاد المساءله القانونيه عن الساده المحامين عند التصريح بالاشتباه، سواء تعلق الامر بالمساءله المدنيه او اذا تعلق الامر بالمساءله الجنائيه فيما يخص خرق السر المهني وايضا الوشايه الكاذبه. وايضا ان القانون اعطى ضمانه بان التصريح بالاشتباه لا يوجه الى المحكمه، وبالتالي فهو يبقى محصور لدى الهيئه الوطنيه لمعالجه المعلومات الماليه من اجل العمل على يعني الاستغلال ديالو في المجال المعلوماتي لترتيب الاثار القانونيه. والحمد لله كان تجاوب وكان تفهم على اساس انه تم التوافق على ان يستمر التعاون من أجل تنزيل هذه المقتضيات بواحد المرونة وبواحد السلاسة يعني تسهم في تحقيق الغاية من النص القانوني، وأيضا تراعي الخصوصية ديال مهنة المحاماة من أجل يعني مساعدة الأجهزة ديال الدولة وكافة المتدخلين في التصدي لهذا النوع من الجرائم. أسعد اليوم بحضور لقاء تواصلي من تنظيم وزارة العدل حول موضوع مهم جدا يرتبط بدور المحامي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحضور السيد وزير العدل والسيد النقيب هيئات المحامون ومسؤولين قضائيين وما إلى ذلك. اليوم الحقيقة يعلم الجميع يعلم بأن المغرب يعني خضع لعملية تقييم متبادل مجموعة العمل المالي، يعني أصدرت مجموعة من التوصيات للمغرب سواء على المستوى التشريعي توج بقانون الجديد 12/18 المعدل والمتمم لمجموعة القانون الجنائي وقانون 43/05 أو على مستوى
التنزيل والتفعيل، لان يعني الاشكال الحقيقي انه لوحظ ان المهن غير الماليه، مهنه المحاماه، التوثيق، العدول، هي مهن غير منخرطه بشكل ايجابي في منظومه مكافحه غسيل الاموال والتمويل، والامر يرتبط بتفعيل هذه المهن ودورها في هذا الاطار. جئنا لنؤكد للساده المحامين طبيعه ونطاق التزاماتهم، التزام باليقظه، التزام بالتصريح بالشبهه، التزام بالمراقبه الداخليه وما الى ذلك، ولنؤكد اكثر من ذلك ان هذه الالتزامات المفروضه عليهم هي ليست لا تتعارض على الاطلاق مع مبدا السر المهني ومع استقلاليه المهنه، وان هذه الالتزامات جاءت في جزء بسيط من عملهم ومن مهامهم، وهو المرتبط بتحرير العقود وبعض الاستشارات المرتبطه بغسل الاموال وما الى ذلك، وهي مهام غير اصليه للمحامي تخرج من اطار المساطر القضائيه ومساطر الترافع وما الى ذلك، لان هناك سوء فهم ولبس كبير حول طبيعه ونطاق مسؤوليه المحامي في هذا الاطار. يجب ان يعلم الساده المحامون انه ليس التزام جديد، هو التزام منذ 2007 الى اليوم، وان المشرع المغربي اعتمد على سياسه التدرج، وكان المعول عليه هو المؤسسات الماليه في وقت ما. اليوم المعول عليه في مسائل التفعيل والتنزيل هي المهن غير الماليه، لانها من بين الملاحظات لمجموعات العمل المالي. ومساله اخرى اوضحناها للساده المحامون هو ان هذه الالتزامات المفروضه على الساده المحامون ترتب اثار ومسؤوليه، سواء مسؤوليه تاديبيه في اطار قانون المهنه يتولاها السيد النقيب اذا كان هناك عدم التزام يرتبط بالاهمال او عدم احتياط، وقد يرتب الامر مسؤوليه جنائيه اذا كان الامر يرتبط بتواطؤ، فهنا نكون بصدد جريمه اصليه ويعاقب المحامي كمسؤوليه ثانيه. ولكن يجب ان يعلم الساده المحامون ايضا ان هناك ضمانات قويه وفرها لهم المشرع المغربي في هذا الاطار. الهدف من هذه الضمانات هو امرين اساسيين، الهدف هو الحفاظ على سريه التصريح بالاشتباه، والهدف الثاني هو حفاظ على علاقه المحامي بزبونه. لذلك فالتصريح في ان الهيئه الوطنيه للمعلومات الماليه هي ملزمه بكتمان السر المهني والحفاظ على سريه التصريح بالاشتباه، والحسن النيه لا يعفيها من المسؤوليه الجنائيه، ولا يمكن ان تستغل تلك المعلومات التي قدمت لها فتره مصلحه التصريح بالاشتباه لاي اغراض غير تلك المنصوص عليها في قانون غسل الاموال وتمويل الارهاب. ايضا مساله مهمه جدا ان مساله التصريح بالاشتباه لا تحال حتى الى وكيل الملك وقاضي التحقيق، ولا يمكن احالتها في الملف المحال على المحكمه، ولكن يمكن ان تثار مسؤوليه المحامي اذا كان هناك تواطؤ في اهل تلك مع تلك العمليات المشبوهه وما الى ذلك.